السلام عليكم، انا ميلودي، يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم راح نتكلم شلون تجيب سكين كولكتر او سكين من سكنات الحدث الجديد باسهل طريقه، وراح اشرح لك شلون تحصل على بطاقات مجانيه وشنو ممكن راح يطلع لك بهاي البطاقات. بس وقبل لا نبلش شرحنا، حبيت اقول لكم انه اكو جيف اوي على 5000 جوهره، كل فائز راح يحصل على 1000 جوهره. رابط المشاركه بالجيف اوي راح يكون باول تعليق، وان شاء الله بالايام القادمه راح اسوي لكم فيديو على التحديثات اللي اجتني لبرامج الكول والام سي سي، لان نزلت قوانين جديده وشروط جديده ان شاء الله راح اشرح لكم اياها. كذلك وفرنا لكم روم راح يسهل عليكم كل هاي الامور بسيرفرنا بالديسكورد، فاذا تحب تشوف من هسه قبل الفيديو كذلك رابط سيرفرنا بالديسكورد راح يكون باول تعليق. وما ننسى نقول الف مبروك للفائز بعجلة الحظ. اذا تريد تفوز بعجلة الحظ وتحصل على واحدة من جوائز العجلة، كل اللي عليك تسوي تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتعلق اي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي. بالتوفيق للجميع. يلا خلونا نصلي على نبينا محمد ونبلش شرحنا لليوم. الحدث الجديد راح يطول عندنا 30 يوم، بخلال هاي ال 30 يوم راح نعطيك افضل برنامج تجيب من عنده سكن من سكنات الحدث. بداية العشر سحبات راح تكون ب 450 جوهرة، وراح يكون عندك خصم يومي تسحب بنصف السعر، فبالتالي انت راح تقدر تسحب 30 سحبة ب 750 جوهرة على مدار الشهر. وبخلال هاي ال 30 سحبة راح تحصل من 250 نقطة ل 400 نقطة، يعني انت وحظك بهاي الاثناء. راح يطلع لك جوائز مختلفة خلال هاي الأيام، من عدها السكنات نفسها وكذلك إطار وريكول والإضافة إلى النقاط والملصقات. باختصار شديد، كل اللي عليك تسوي إنه أنت تشحن شحنات أسبوعية بيوم نزول مهمات الحدث. يعني اللي تسويه كالآتي: باليوم اللي تنزل به مهمات شحن الحدث أنت راح تشحن 4 اشتراكات أسبوعية. هاي الأربع اشتراكات أسبوعية راح تعطيك 360 جوهرة، بالتالي أنت راح تفعل كل مهام الحدث وبنفس الوقت شحنت للشحنات اليومية اللي راح تجي بالأيام الجاية. وبالشحن الوحدة مال المهام راح تحصل بين 36 بطاقة والأربعين بطاقة، وراح تجي على شكل مرتين. فأنت راح تحصل من خلال السحب اليومي ومن خلال البطاقات اللي أنت سحبتها راح تحصل تقريبا بين 900 وال 1100 نقطة، يعني كل اللي راح تحتاجه على 450 جوهرة إضافية. فبهاي الطريقة راح يكون السكين تقريبا عليك أقل من 2000 جوهرة وي مهمات الشحن. كذلك من خلال الحدثين، يعني من خلال الحدثين اللي راح يجي لشحن البطاقات، راح ناخذ 3 بطاقات أو 5 بطاقات حسب اللعبة شلون راح تسويها. بهاي البطاقات راح يطلع لك كمية من نقاط انت وحظك ممكن تجيب بها اطار او ملصق او الى اخره من الهدايا المتوفره على عدد النقاط اللي انت راح تحصلها. لكن بقيه الجوائز انا انصح كل اللاعبين انه يشتركون اشتراكات اسبوعيه، سعرها مو كلش غالي، بالاضافه الى انه راح توفر لك كميه من النقاط انه انت تحصل يا اما سكنات ليميتد مثل ما تشوفون هاي السكنات اللي امامكم، او ممكن حتى اذا صعدت بالنقاط اكثر ممكن تجيب سكين كولكتر. يعني تخيل سكين كولكتر راح يكون عليك باقل من 1500 جوهره، بينما من ينزل بالاحداث 6000 جوهرة. وحتى اذا جبتها بالطريقة المناسبة اللي هي الطريقة اللي تخليك تجيب الكولكتر ب 3000 جوهرة، فبهذا الحدث راح تحصله بارخص حتى من 3000 جوهرة. فاللي يريد يجيب سكن كولكتر والسكن الماين الخاص بي موجود ضمن هاي السكنات، فهذا الوقت المثالي انه انت تجيب هذا السكن. والبرنامج اللي شرحته هو افضل برنامج حتى تجيب واحد من هذني السكنات. والان راح اخليكم مع عرض بسيط للقطات السكنات الجديدة اللي نازلة، اللي هو سكن ألدوس وسكن نانا. اتمنى تستمتعون بافكتات والوان السكنات، لان هي من احلى السكنات النازلة باللعبة حتى الان. اترككم مع تكملة الفيديو، في امان الله. Forever and ever, Aldous? Remember, you're not alone. I'll be here by your side.